السلام عليكم، صبحكم الله بكل خير. صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم الثاني في جزيرة ساو ميغيل. اليوم عندنا جولة خفيفة في أماكن حلوة. طبعا هنا الجزيرة ما فيها أنشطة كثيرة، كلها أماكن طبيعة ومرتفعات وشلالات فقط. اي مطل او اي قرية هجيها، ترى بعض الاسامي صعبة، يلا تنطق، بحط لكم الفلتر حقها وانتم عاد كبشروا واحفظوا اسم المطل او اسم القرية. الان هذا في مطل، بحط لكم الفلتر حقه، وهذا اسمه موقعه. هذا مصنع الشاهي في جزيرة ساو ميغيل، تنتشر فيها مزارع الشاهي، وهذا أحد المصانع الموجودة فيها. خلي أبو فايز يقدر شي اسمه شاهي. بناخذ لنا جولة فيه إن شاء الله، نشرب شاهي. عندهم متجر لبيع الشاهي، جلسات حلوة، نطلع على المحيط. دايم اذا شفتوا العلامة هذه ترى فيه مطل، يعني اهزع معه. هذا المطل جميل صراحة، واضح انه جميل، لكن مشكلته الضباب. اليوم ضباب حاجب عنا الرؤية. جينا عند بحيرة ومنتزه في قرية فورناس، بحيرة جميلة صراحة، تذكرني ببحيرات إيطاليا، بحيرة مالفينا إيطاليا. في هناك مياه كبريتية، هذه مياه كبريتية. اي نعم يا شباب ويا بنات، كلهم ان شاء الله. لا حد يعطي العين. في جزيرة ساو ميغيل الطقس طول السنة كذا،
صيف شتاء ربيع خريف طقسة واحد، الجو ودرجة الحرارة تقريبا من 16 إلى 26 تتفاوت. يعني أشوف إن الجو مناسب اللي في يجي الشتاء بيجي الصيف بيستمتع. بعضهم يقول ما حب المناطق الباردة في أوروبا أو يبغى يطلع مناطق حلوة، هنا جزيرة ساو ميغيل الأجواء فيها معتدلة طول السنة. حياكم الله أبو فايز. ها كيف الجزيرة بالله؟ والله أشكرك أبو عبد المجيد على اختيار الذوق صراحة. جزيرة جميلة جدا وهادية، يعني لو يكفيك فقط لو تقضي كل الرحلة فيها الاستمتاع. أنا عندي انتقاد حاجة، أنا عندي انتقاد حاجة. وش هو؟ أنت من يوم قصيت وقدر الضغط ماشي ما عاد تجيبه معك. هذا أول، ولكن الله فاقدي قدر الضغط هنا صراحة. اللي بيطبخ هنا صراحة بياخذ أغراضه وعزته معه. إيه. متعة صراحة، متعة. يقضي يومه كامل على البحيرة، خاص فيه هنا موية بركانية. السلام. مشكلة بعد ترى خدمات، هي ما فيها خدمات. دبر نفسك. إيه دبر نفسك. جيب كل شيء معك وقوم نزومك هنا. هنا المياه البركانية، هذا زي المندي ترى أبو فايز فكرته. والله يبارك. شوف يدفنون عيشتهم هنا. ما أدري يدفنون على صراحة. من حرارة الموية تحت والأرض خلاص يبدأ يطبخ ويستوي. حاطين أرقام جوالات، حاط كل ظهر كل بيت اللي حرقوا. صراحة المنتزه جميل، اللي بيجيب فرشته وجلسته وقهوة وشاهي، جلسة حلوة هنا صراحة. وصلنا لمنطقة شلالات، منطقة جميلة بين الجبال. جزيرة ساو ميغيل فيها عدة مدن صغيرة، لكن أكبر مدينة فيها والعاصمة اللي هي بونتا دلقادة. هذه بونتا دلقادة العاصمة، هذا الممشى فيها فنادق كثيرة وفيها مطاعم وكافيات، يعني هي المدينة الوحيدة في الجزيرة اللي كبيرة وحية صراحة، باقي قرى صغار. طلع لي مطعم سبوي هنا، ندخل إن شاء الله ونتغدى. هولا. هذا وسط مدينة بونتا دلقادة، قدام هذا القوس تدخل على المدينة سنترها، كافيات ومطاعم أمام هذه الكنيسة. طبعا الجزيرة ما فيها إلا مول واحد، هذا هو يعتبر مطابقين، يعتبر هو الأكبر والوحيد في الجزيرة.